الاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة وخاصة بين الوالدين والأبناء هو من أهم مقومات الاستقرار والثبات في حياة الأسرة. ومتى ما كانت الأسرة يسودها الاستقرار والثبات، فإن تأثير ذلك سينعكس بكل تأكيد وبشكل إيجابي على تربية الأبناء وتنشئتهم. حول موضوع قيمة الاحترام بين الآباء والأبناء، يسعدنا أن نستضيف الأستاذ راشد عبيد السلامي، مستشار ومدرب معتمد في برامج التنمية البشرية والمهنية والتطوير المؤسسي. أهلا وسهلا بك أستاذ راشد. موضوع الاحترام بين الآباء والأبناء، أحيانا نجلس مع أولياء الأمور ونتفاجأ أن هناك عبارة دائما مكررة بينهم أن الأبناء أصبحوا لا يحترمونه، وفي نفس الوقت حينما نجلس مع الشباب نجد أنهم أيضا نفس الشكوى أن الآباء لا يفهموننا. إذن هناك في اختلاف بين مفهوم الاحترام ومفهوم الفهم. لو تفضل أستاذ راشد وتبين لنا ما المقصود بثقافة الاحترام. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا سأضيف إضافة أيضا أخرى، وجد نص فرعوني قديم يرجع لأكثر من 5000 سنة، أحد الآباء يشكو أن النساء لم يعدن مثل السابق والأبناء لا يحترمون، في القضية قديمة جدا يعني. الاحترام من حيث المبدأ هو جاء من حرمة، والحرم أساسا هو يعني هو الحمى. فإحنا نقول دخول في منطقة الحمى أنت انتهاك خصوصية أساسا. الاحترام قضية إنسانية، لكن في المقابل هي مترافقة مع كلمة التقدير، فتسبق الاحترام التقدير. نعم. والتقدير هو التوجيب أساسا، تقدر الشخص لمنجزه، لما قدم، لإبداعه، لعمله، لكن تحترم الإنسانيته لذاته. فبالصورة هذه فاليوم الاحترام قضية أساسية مهمة جدا. واليوم الاحترام تعدى الوضع الشخصي أساسا، وأصبح بعد من ذلك اليوم أصبحت مؤسسات تتبنى قيم الاحترام. بالتأكيد. نعم. فإحنا نقول الاحترام الآن قضية هي لابد أن يسمع لها ونصغى لها وأن يفسح لها أساسا. أيضا اليوم حتى في معايير التقييم أداء المؤسسي ينظر ماذا تعتقد هذه المؤسسة من قيم أساسية، تأتي الاحترام في المقدمة. نعم. إذن هذا الاحترام بمفهومه الواسع والشامل أستاذ راشد هو تقدير الشخص الآخر، لكن لو خصصنا موضوع الاحترام من الأبناء إلى الآباء، ما الذي يريده الآباء؟ ما هي الصفات أو هي الأمور التي يريدونها أن تظهر من الأبناء حتى فعلا تضعونهم في قطار أن الأبناء يحترمونه؟ ما الذي يطلبه الآباء؟ جيد. أنا أعتقد هناك فصام بين ما يريد الآباء من الأبناء بهذا الجانب. دائما نسمع العبارة الابن لا يحترم أباه، هو يحترم أساسا، لكن في المقابل سوء فهم قد يكون من من من, من الوالدين يعني لسلوك الابن، فربما الطفل على الأقل يتراجع أنه والله ما ذاكر. مثال، فإحنا نعاقب نقول ليش ما ذكرت؟ أنت يعني لا تحترم كلامي. وما أنا ما أحترم، لعل معه مشكلة أساسية فعلية مذاكرة، مثال يعني. فإحنا نقول يا جماعة إذا أصبح الاحترام شماعة تعلق عليها. إحنا نقول الطفل بحد ذاته يحترم أبوه، يحترم ما يوجبهم، لكن إحنا نحتاج إلى فهم أوسع لسلوك الأبناء وخاصة في المراحل السنية. إذا أنت لست مع مقولة أن الأبناء لا ما عادوا يحترمون الآباء؟ يحترمون. ولكن يحترمون. الآباء قد يؤولون بعض التصرفات بالضبط بسوء فهم. بالضبط. لكن هناك من يقول مثلا أن والله أنا أدخل البيت أشوف ابني حاط ريل على ريل وما يقف حتى يسلم علي، أو الأم تشتكي أن البنت لا تساعدني في المطبخ أو تذهب بدون استئذان. إذا مثل هذه التصرفات قد تظهر من الأبناء دون وعي، لا يقصد فيها عدم الاحترام ولكن هذا الأمر تعودوا عليه. كلام سليم. أختي الفاضلة، لما نرجع أساسا في الموضوع نعود للمسلم، للطفل المسلم سابقا قديما. نعم. كان يسمى ويلقب ويكنى هو طفل صغير، فينشأ الطفل بشخصية ثانية غير، يسمى مثل محمد، يلقب مثل فاتح، يكنى أبو عبد الله، فيطلع الطفل تنشأ ثانية أخرى غير يعني. القيم اساسا لا تعلم، احنا الشطار كباب المواعظ نعظ ونتكلم كثيرا يعني، لكن الاساس في الكلام القيم تحتاج من يطبقها ومن يمارسها اساسا يعني. هذا اللي حاصل. ساعطي مثال اخر يعني، علماءنا السابقون مثل الامام الشافعي، الامام الاجري مثال يعني، ابن جماعه كمثال، كتبوا رسائل في ادب العالم المتعلم، وهي قضيه اساسيه مهمه جدا، فقدموا الادب على العلم اساسا. احنا نقول اذا العلم يعني المعرفه شيء، لكن ان تطبق وتاخذ مدى تطبيقي فعلي هذا هو الصح. اليوم الذي يراد منا كاباء ان نكون قدوات لابنائنا في كل مسلك تربوي، هذا هو الصح.
يعني أنا أتذكر حتى إحنا في أدبيات وإحنا صغار نتعلم باحترام معلم حتى نصوصنا الأدبية. ولا أنسى يعني كم أبيات اللي تقول: رفعوا على شرف اللواك ورعت عيونهم وسناك، أنجزت ما وهب الكرام بما وهبت لهم صباك. لمن؟ للمعلم أساسا. فنشأنا إحنا ونحب معلمينا ونحب الناس ويوجب كلنا فينا الآخر حتى احترام كبار السن بالضبط. قضية أساسية. فإحنا نقول إذا القيم هي أساسا لا تعظ وإنما تمارس وتطبق أساسا. نعم. لذلك أستاذ راشد ممكن نحن نركز بالذات على المرحلة العمرية التي يبدأ الآباء يشتكون فيها من الأبناء. ممكن مرحلة الطفولة لا يبالون إذا الطفل على صوته أو حتى لو تكلم بألفاظ غير لائقة يقول هذا الطفل ليس عليه حرج، ولكن تبدأ شكوى الآباء من الأبناء من أنهم لا يحترموننا حينما يبدأ الأبناء في الدخول في مرحلة المراهقة. مرحلة المراهقة مثل ما تفضلت أستاذ راشد والكل يعلم أنها مرحلة يبدأ فيها العناد وإبراز الشخصية. كيف يوفق الآباء في فهم هذه المرحلة عند الأبناء؟ المراهقة هي مرحلة سنية أساسية تمضي عادة يعني، لكن تكثر شكاوى الآباء بالسنة بالذات. حين نقول مشكلة تراكمية أساسا. لو كان الأمر على الأقل ماشي منذ الصغر بالصورة هذه كان أولى. الآية الكريمة في الاستئذان مثال يعني. اليوم المعلومة الغريبة، اليوم الطفل بيكون عمره رضيع، نتجاوز ينام مع الأم والأبو، يكبر شوي يوصل سنة يمكن تقريبا سنتين ممكن مع أبوه، وهي انتهاك خصوصية. فإحنا أساسا علمناه ألا يحترم من الأساس. نزرع في داخله بالضبط. فنزرع فيه فصار معه عادي يدخل غرفة أبوه والوالدة ويسأل ويلعب ويعبث، ما حيقول شيء بحكم صغير بيتعلم. لو ما تعلم هو الآن تشكل معه أمر معين، إحنا أصبح الأمر عادي. بالضبط، وصل الأمر عادي طبعاً. الآن إصلاح يحتاج لك شيء من الوقت بشكل عام، لكن إحنا نقول في الاحترام وغيره نحتاج إحنا أن نقف على كل تصرف مع الطفل، لكن ليس على الأقل بالعلاج القاسي أو الوعظي، أو على الأقل إحنا نقول على الأقل يعني العلاج اللي على الأقل لا يأتي على الأقل بفائدة، لا، لكن نأخذ على الأقل الأمور بشيء متراخي مع الطفل. غياب الحوار مشكلة كبيرة في البيت. الحوار مطلب أساسي وجوهري. الأمر الثاني، إحنا كأباء عندنا عينين، إما أن تكون عين ذبابة وعين نحلة، وما أكبر عين ذباب فينا على كل مسلك سلبي من طفل نكبره هالقد، لكن كم من سلوكيات إيجابية نخطفها وتمر. اليوم طبعًا اليوم حجم مرئياتنا اليومية تقدر 80% منها سلبية بحكم ضغوط الحياة والصورة هذه. لماذا سلبية؟ السلبية هكذا اليوم العالم الحالي، التعاطي مع ضغوط العمل والحياة والبيت وكذا وكذا زين. فأصبح الواحد على الأقل إن لم يكن على الأقل من الداخل عند الجاهزية نحو الانفتاح نحو الإيجابية العالية. نعم. يقع في هذا الفخ. فإحنا نقول إذا إحنا لابد على الأقل أن نمجهر عين النحلة في أطفالنا، نثني على سلوك طيب على الإيجابية العالية، نحاول كل لقطين لبعض مشاهد فتعزز على الأقل القيم الأساسية في بالذات الطفل. في مرحلة المراهقة جداً. لأن مرحلة المراهقة هنا يبدأ العناد ويبدأ الابن في إظهار أنه يعني مستغني عن الأب أو الأم وتوجيهاتهم. يفسر هذا الأمر عند الآباء أن هذا عدم احترام، بينما في الحقيقة هو رغبة الابن أن يبرز ذاته ويستقل بنفسه. بالضبط، ويلفت انتباه الأبو والأم لأمر معين أساساً. والطفل في العناد أساساً يطلق مجموعة بيانات اختبار صح التعبير يعني الأم والأبو حتى ينجح فيما يريد. نوص الضجر عطوه خلاص خلنا نخلص منه يعني. فهو خلاص تعود لما يبشر ثاني يضغط على الزر هذا وحصل يبغاه طبعاً. أكيد. فهم أذكياء الأطفال أساساً يعني. نعم. طيب أستاذ راشد، أنا قرأت حول موضوع الاحترام، ما رأيك أن الاحترام أحياناً في هذا الأمر يصنف إلى أنواع؟ هناك احترام مبني على المنفعة، بمعنى أن أحترمك يا أبي إذا أخذت منك مصروف، أو احترام مبني على الخوف، أنا أحترمك لأني أخاف منك، بينما نحن نريد الاحترام المبني على الاحترام. هل بوجهة نظرك أن الاحترام المبني على الخوف هذا احترام دائم وحق وثابت؟ هو الإشكالية إذا وصل الاحترام الآن يتصور أنا والله احترمني لكن في خوف الداخل بالطفل. إحنا نقول هذه إشكالية كبيرة يجب ألا نوصل لها. طيب ما هو صح اقترابنا من الأبناء؟ يعني اليوم الطفل يحتاج إلى احتضان. تقول بعض الدراسات الطفل يحتاج أن يحضن في اليوم 6 مرات تقريبا. إحنا نقول مدى قربنا إحنا من أبنائنا يحد ظهر هذه. نعم. قد يكبرها وقد يصغرها أساسا. نعم. نحتاج جدا نحتاج أن نسمع لهم، نحتاج نحاورهم، نحتاج أن نلعب معهم. فكلما نصنع لقلبيات تقاربي أكثر أتوقع كل هذه المخاوف
تتلاشى نزول. بالتأكيد، ولذلك لابد أن نركز على الآباء والأبناء والأمهات أنكم إذا أردتم أن تحترمون من قبل أبنائكم، انظروا إلى نوع الاحترام، إن كان هذا الاحترام فعلا مبني على الخوف أم مبني على المنفعة أم مبني فعلا على المحبة والتقدير. أستاذ راشد، لا شك بأن الصداقة ما بين الأبناء والآباء هذا أمر مطلوب وأمر ضروري جدا حتى يكون هناك نوع من الألفة والحميمية في الأسرة، لكن أيضا هذه الصداقة لابد أن تضبط. أنا أجد أحيانا في ظواهر أن الإبن لأن صديق ابن الأب ممكن يعلم الصوت، يمكن يناديه حتى باسمه مجرد من أن يكون أقول أبي أو أن البنت تقول أمي، فما رأيك أن هناك حد معين يجب أن يفهم فيه الإبن كتعامله مع الأب؟ طبيعي، الطفل هو الان في مراحل التعلم الاساس الاولى، نعم، يعني في التعاطي مع الوالدين والمساله هذه. احيانا احنا كاباء بحكم ان الطفل وصغير ونحبه وايد نتجاوز بعض الاشياء فتكبر معاه دون شعور منه انها لان يعني لم يلاقي اي اعتراض منه فاصبحت معاه عاديه، نعم. فربما ربما تجاوز حد مع الوالد او مع الوالده في عباره، في موقف، في لفظ، في اشاره معينه، صحيح، الاساس ينبغي لا تكون. فاحنا نقول عندما يكون طفل يمارس هذا النوع من السلوك لابد من التدخل، لابد ان يضبط بالضبط واشعاره ان هذا الامر غير مرغوب فيه، صحيح، نعم، ومتابعته ايضا يعني، ونبين على الاقل ان تكرر على الاقل هزعلنا منك، نعم. ف لكن ان الامور على الاقل تمشي وبعدين ما عليه الطفل ياهل. الاشكاليه احنا نقول اليوم يترسخ في داخله بالضبط بالضبط، نعم. احنا نقول اليوم الاباء والامهات بحكم العاطفه ما شاء الله عاليه وايد يتم التغاضي عن بعض السلوكيات من الطفل، وهذا أيضاً شيء بحد ذاته مؤشر ليس سهل. تبنى عليك القناعات والقيمة طبعاً لما تنغرس أو الموقف بشكل عام إزالته يحتاج وقت معين. نعم. فإحنا نقول الانتباه لكل حركة في الطفل، لكل مسلك معين، لا بد من توجيه. إحنا ما نقول لا 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 نعرض ولا نوجه، لا، إحنا نقول لكن نعرض بالفعل رقم واحد، وحتى في الكلمة ونوضح ونبين، لكن ليس بصورة فيها يعني انزعاج عالي وشغلات وكذا أبداً، نعم، وإنما بقدر المستطاع. طيب أستاذ راشد، لو نركز على موضوع القدوة، تفضلت حضرتك وقلت، نعم، أن القدوة هي أساس التربية، وهذا أمر أكيد. يعني الآن لما الإبن يجد الاحترام من قبل الأب إلى الأم، وكذلك الأم تبادل الأب نفس الاحترام، حينما يجد الإبن أن الأب يحترم الجد والجدة ويحترم الضيوف، حول نقطة القدوة كيف يفهم الابن وكيف يعني نري هذا الابن الاحترام المطلوب في السلوكيات وفي الألفاظ، ما اللي هي الأمور المعينة؟ أحسنتي أختي، وحنا صغار كان الآباء يصطحبون لبعض مجالس، نعم، فنحتكم الكبار ونشوف على الأقل القيم المتاحة اللي معانا، صحيح، نعم، لأن احنا نقول السنع تقريبا، يعني السنع سنع. أو يسمى الآن الاتيكيت حاليا، قديما كان موجود فكان يسمى سابقا من خوار المروءة، الأشياء المناقضة للمروءات يعني الأخلاق بشكل عام، فكان يتعلم عليها ويصبح الطفل بالمحاكاة في المصاحبة يتعلم أشياء كثيرة وايد. أيضا الطفل أيضا يحتاج أن يحفز في الجانب الأخلاقي، التحفيز قضية أساسية مهمة جدا. الطفل أيضا يحتاج إلى يعني إلى التعزيز، أن نعزز إحنا أيضا كأباء وكأمهات. الأمر الثاني، الصورة التي يجب أن يراها رائعة غير مخدوشة الأب والأم طبعا، يعني تعاطي احترام كيف حيكون طبعا، نعم. اليوم احنا في ادبياتنا نقول يعني ابوي علمني، امي علمتني، هو اساسا كيف تعلم؟ شاف المشهد فعلا، نعم. فاحنا نقول احنا اساسا يجب ان يكون على الاقل صور واضحه، يعني قصدي يراها الطفل نعم، يعني قدوه عمليه بالضبط بكل تفاصيلها، تختزل بالذاكره يعني ما ينساها الطفل ما دون روض الان تختزل في ذهنه 18,000 صوره اكيد يلتقط من البيت من التلفزيون من كذا، فلما علاقة تكون صوره الام والابو هي الصوره المثاليه الرائعه داخل البيت يعني. نعم، احسنت استاذ راشد، لان مساله القدوه العمليه منذ الصغر، حينما اسمع الالفاظ الجميله المهذبه اللي يقولها الاب للام، وحتى لما يقولها الاب للابناء، حينما يصطحب الاب هذا الابن لزياره مريض، لزياره الجد والجده، تقبيل على الراس، ان لا يقف حينما يدخل كبير السن، ان لا يضع رجل على رجل، ان لا يعلي من صوته، احترامه للمعلم، كل هذه الأمور الجميلة لو زرعت في نفس الابن منذ الصغر لنشأت معه حينما يكبر. بالضبط أختي، إسلامنا وديننا هو مخزون قيمي أساس غير عادي. نعم. وحتى في تاريخ يعني اليوم التربية الصالحة هذه ما نتائجها شيء مو طبيعي. اليوم الإسلام دخل 30 دولة بالعالم بأخلاق الناس، قيم الناس اللي تربوا عليها، قيم الأصالة وقيم الدين، قيم التعاطي مع الناس، احترام الآخرين. يحضرنا مشهد تاريخي يعني يعطي نتائج هذه يعني هذه الصوره الاخلاقيه العظيمه. المغول
لما غزوا بغداد بالتاريخ القديم دمروها، القصة طبعا مشهورة. جو ناس أفضاض ثم شاء الله أن يهزموا في عين جالوت. الشاهد لما رجعوا لوين؟ إلى 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 بلادهم، تأثروا بماذا؟ أخلاق المسلمين. الآن هولاكو اللي ذبح الناس الآن يروح طشقند حاليا، سرى وقفا تاريخيا موجود الآن لأم هولاكو أسلمت. أبعد من ذلك، هؤلاء المغول بالأخلاق اللي تعلموها أسلموا، فأنشأوا دولة إسلامية في الهند دامت 400 سنة. من إنجازهم تاج محل في الهند الآن، يعني صورة جميلة تبين احترام الزوجة والحب العائلي، يعني هذا هو ديننا. نعم أستاذ راشد، لا شك بأن ثقافة الاحترام أمر مطلوب لدى الجميع، ولكن لابد أن أيضا ننظر إلى المؤسسات الأخرى التي قد تساعد الأسرة في غرس هذه الثقافة، حدثنا عن هذا الأمر. اليوم التربية هي تضافر جهود مجموعة مؤسسات، نعم، شكل محاضن راعية وتربوية للطفل، المدرسة كمثال، المسجد، الجار، المجتمع بشكل عام، الفريج، نقول أيضا يعني اليوم عن أندية خاصة حق الطفل، كلها تشكل منظومة قيم الطفل والاحترام. فإحنا نقول دور ليس على الأسرة فقط، وإنما كل مكان يعني الطفل ينتسب له، هاي مسألة أساسية فيتعلم القيم منه. يعني يعني نبي موسى عليه السلام نبي من أول العزم، رأى نفسه أن أعلم أهل الأرض، فإن الله أراد أن ينبه لأمر معين، فقال هناك من هو أعلم منك. شاهد، فذهب لمن الخضر في الموضوع، شو قال له؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أي صورة أدبية هاي، جميلة حلوة، أدب نووي جميل رائع جدا. إحنا نقول يوم إحنا قادرين على أن نوصل عيالنا يعني لهذا المستوى رائع جدا. باكر بين عكس انعكاس إيجابي أكيد على مسار نمو الطفل طبيعي، في التعامل مع إخوانه في البيت، مع زملاء في الدراسة، مع أمه مع أبوه. فإحنا نقول القضية لابد إحنا نحتاج على الأقل أن نرعاها في البداية. إحنا نقول القيم تورث ما دون 6 سنوات في الطفل. نعم، إذا معنى ذلك أستاذ راشد أن أي مؤسسة تحتك بهذا الإبن عليها دور كبير في غرس هذه الثقافة. المدرسة لابد أن يرى الإبن احترامه من قبل المعلم، حتى يقابل هذا الإبن احترام المعلم كذلك، حينما يجد نفسه أنه يحترم، تحترم ذاته ويحترم كيانه، طبيعي أنه ستغرس ثقافة الاحترام في داخله، فيحترم معلمه ويحترم الإدارة المدرسية. حينما مثلا يذهب إلى نادي اجتماعي ويجد تعامل محترم من قبل الآخرين، سينعكس هذا الأمر عليه، فأيضا يعامل الآخرين بنفس هذا الاحترام. هذه الثقافة لما تنغرس في داخل الإبن كيف ستنعكس على الخارج؟ نحن نقصد فقط احترام أشخاص، ولكن هل هناك احترام أوسع من هذا الأمر؟ كلام سليم. إحنا نريد أن نوصل بالاحترام، عبارة عن ثقافة مجتمعية سائدة. نعم. سأعطي مثال ممكن إحنا كلنا عايشة اليوم، يسافر بعض الناس لبعض الدول تحديدا، فتقول ليش فلان؟ فيقول لك يحترموك. فأصبح ثقافة مجتمعية. الأصل وين سوى؟ يعني التربية البيتية كان لها دور، والحاضنة المجتمعية كحاضنة أيضا كان لها دور، يعني مهم جدا. فاحنا نقول هي إيراس الأساس الفعلي يعطي نتائج عالية. أكيد. اليوم تقييم مؤسسات في أول معايير الأساس الفعلية حول احترام، مسألة أساسية وجوهرية أساسا، يعني يرفع مقامات مؤسسات ويخفضها الاحترام، يعني قضية جوهرية مهمة جدا على مستوى جميع المستويات، مستوى جداً. الموظف، مستوى المدير، المسؤول. بالضبط. نعم. يعني اليوم الإمارات الآن تحاكي المعايير العالمية في أداءاتها. نعم. فاحنا نقول إن لم تكن جاهزة معنا لهذا الأمر، اليوم الدولة لله الحمد تعكس صور إيجابية حلوة. يعني اليوم تقييمات مؤسسات نجدة رائدة وتركز على خدمة المتعاملين، يعني احترامه يعني بصورة أصح، القيمة الإنسانية. بالضبط. نعم، يحترم الإنسان. نعم يعني. اليوم احنا نقول القيم الإنسانية قيمة مطلوبة. اليوم احنا لسنا معنيين نحاكم ناس على أجناسهم، على 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 انتماءاتهم، لكن المطلوب أن ماذا نوجب الناس أيا كان الشخص. نعم. أيا كان. إذن حينما أغرس ثقافة الاحترام في الإبن في داخل المنزل، سينعكس ذلك على سلوكه في الخارج مع الآخرين، جداً، مع الأشخاص باختلاف مذاهبهم وجنسياتهم ولغتهم، مع حتى احترامه لقانون السير، احترامه لقوانين المؤسسة التي يعمل بها. نعم، كلمة أخيرة تقولها أستاذ راشد حول هذا الأمر. ما أود أن أقول أن يا جماعة اليوم حنا ما حوجنا القيم، مطلب أساسي وجوهري، وهي الأشياء الراسخة في عقول وقلوب أبنائنا. اليوم احنا اهم ما نربي به ابنائنا القيم مبدا اساسي اصيل. التراخي عنا اشكاليه كبيره وايد. نعم. تحضر لي مقوله لصاحب السمو الدكتور الوالد الشيخ سلطان القاسمي حفظ الله، يقول لازلت اتذكر حراره يد ابي وهو يقتاد من المسجد.
عبارة جميلة حلوة. أكيد. تربية يعني فاعلة أصبحت راسخة ما ننساها. نعم. نعم. اليوم احنا نقول القيم هي لا تنسى. أكيد. تتخذ لها موقف في نفوسنا ونكبر عليها يعني. نعم. تكون عافية. كل الشكر لك أستاذ راشد على ما تفضل فيه في هذا الحوار الرائع. مشاهدينا الكرام، كل الشكر والتقدير للأستاذ راشد السلامي، مستشار ومدرب معتمد في برامج التنمية البشرية والمهنية والتطوير المؤسسي، على هذه المعلومات القيمة والمفيدة التي قدمها لنا. مشاهدينا، وفي ختام فقرتنا نود أن نشير إلى أهم ما جاء فيها. يجب علينا أن نحترم أبنائنا في طريقة حديثنا معهم ومعاملتنا لهم حتى يبادلوننا هذا الاحترام. الأبناء يتأثرون بما يرونه من تصرفات أولياء أمورهم، ولذلك يجب على الآباء والأمهات التعامل باحترام مع الآخرين ليقتدي بذلك الأبناء. تلقين الأبناء أسس الاحترام منذ الصغر يساعدهم على تعزيز هذه القيمة وممارستها عند الكبر.